قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه فخور بالمشاريع السكنية التي أصبحت تنجز بمواد بناء جزائرية 100%. لما انطلق سكن في سنة 2013 انطلق بالاستيراد، كانت فيه أزمات في الإسمنت، أزمات في الحديد، في الرابيطون، أزمات في الخشب، أزمات في كذا، أزمات في كذا. اليوم نقولها ورأس مرفوع وفخور أن السكن الجزائري سكن جزائري 100%. فيش الرابيطون الجيريان، سيمو الجيريان، بلاطر الجيريان، سيراميك الجيريان، البريك الجيريان، باربان الجيريان، واليد الجزائرية، والحمد لله.